ام شوف ابو عمر، ابو عمر فرق الارقام لرومارينو هذا الموسم، 3 اهداف الموسم اللي قبله 20 اللي قبله 16. طريقه اللعب انا هذا اللي تاثر بطريقه اللعب، هذا هو اللي تاثر طريقه اللعب. اي طريقه اللعب، وجود حمد الله في وثباته في يعني كمهاجم صريح ممكن يعني هي اللي ما خلت رومارينو او خلت رومارينو يبتعد عن الخطور اللي احنا واقفين عليها. طبعا هذا مو مشكله في حمد الله، هي المشكله مو في حمد الله، انا اتكلم في طريقه اللعب. انا بالنسبه لي هبوط في حاد في مستوى رومارينيو. هبوط حاد في مستوى. إيه؟ في اي جانب محمد؟ بتاخذها على الجانب البدني، الجانب كابتن اللاعب يعني بدنيا تلاقيه قاعد يجري بيحاول انه يعني انه يستعد مستواه، لكن كفائده للفريق ما في اي فائده.